مرحبا، السلام عليكم. أنا خالد كلالدي، FBA seller من عدة سنوات. أنا وأصحابي فكرنا نجيب مدرب عالمي بصراحة في عالم الـ FBA، لأنه للي دخلوا في عالم أمازون بيعرفوا أنه المنافسة شديدة جداً في أمازون، ولازم واحد يكون عنده آخر الاستراتيجيات وآخر التكتيكات صراحة أنه منتجه يطلع بالصفحات الأولى ويكون عنده البست، يعني خلطات الصحيحة لأنه يتعامل مع هاي البيئة اللي ممكن تكون مربحة وبتعطيه مصدر دخل جيد جداً. فأنا بنصح كل العرب المهتمين في إنهم يتعلموا موضوع أمازون، أو اللي already بيبيعوا على موضوع أمازون، في على موقع أمازون سواء Amazon.com أو Amazon.ae اللي هي هلأ فرصة كتير كبيرة للسيلرز. إحنا عم نحاول نفتح أبواب زي ما فتحت لنا أبواب في عمان Mastermind، اللي هو أول Mastermind العمل في الشيراتون في عمان بشهر 7، من 12/7 تقريباً ل 17/7، هو 3 أيام إيفنت، 3 أيام تتعلم فيه أشياء صراحة عملية جداً تقدر تطبقها من أول يوم مباشرة، مش كلام نظري زي الموجود على الإنترنت في بعض طبعاً الريسورسز، في شغلات طبعاً منيحة بس هذا إشي على مستوى آخر تماماً. المدرب نفسه عالمي ومعروف ومشهود له بخبرة واسعة جداً جداً، فبنتمنى إنه إن شاء الله نقدر إحنا ناخذ هذا الإيفنت على المنطقة كلياتها، سواء في الإمارات، في السعودية، كل الدول العربية اللي هلأ كتير صارت أكتف في موضوع التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية مش بس إنه أنت تشتري، التجارة الإلكترونية ممكن أنت تبيع، وهذا الإشي بيشكل لك مصدر دخل مستقل، واللي أوريدي موجود بيقدر يأخذ زي ما حكيت متجره على ليفل تماماً مختلف. فأنا بصراحة هذا الإشي بيسعدني إني أكون جزء منه وإني أني أساهم في نشره في المنطقة كلياتها، وفعلاً don't miss موضوع البروفيسور الأمازون كما هو يسمى في العالم، ودفنتلي الانفستمنت والوقت اللي بنحط في هذا المشروع برجع بإذن الله برجع بأضعاف مضاعفة إذا تم العمل بشكل صحيح وتسخير المعرفة بشكل صحيح. كل التوفيق للجميع، شكراً.